اهلا ومرحبا بكم، كل سنه وانتم طيبين. انا الحادي حواري، ودي لمحه لعناوين الاخبار من اي راديو في دقيقه ليوم الليله. ناشط بتاع مجتمع مدني اصدر انذار بشان هجوم انتقامي وشيك بيقوم به الجيش الابيض في مواقع حمايه المدنيين في ملكال مع تكثيف قوات اقوالك للدفاع. على الاقل في 6 نساوين واثنين بنات جنوبيات الجرب من الحرب في السودان قالوا انه تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في وقت بدري من الاسبوع ده على ايدي مسلحين في مدينه الفوله بولايه غرب كردفان. سفير جنوب السودان في اليوغندا قال الحكومه شغال مع السلطات اليوغنديه لمعالجه الازمه التجاريه بين البلدين. والمغرب استدعى سفير بتاعه لدى السويد بعد احراق مصحف في مظاهره في ستوكهولم. شكرا للمتابعه.